هيا يا ابو عزام. ايوه جايك موضوع، طلعتك من البيت عشان الموضوع. ايه اتفضل. انا واحمد لا تقولوا له والله موت دخاء عادي، اذا شغلت مصاري لا تحكي. لا لك طوبه لك، انت طار روالي حالك شوي. وقف 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 احكي هون يا ابو عزام. هلا انا وعزام قررنا عندنا مناسبه، تمام؟ انت واحمد؟ ايه عندنا، رح ناخذك معنا على المناسبه. ما في مشكله، بروح معكم. اذا في اكل وشرب في لحظه، طلع طلع في لحظه اصبع. اذا شغله فيها دفع لا تحسب حسابي. اخي ما تدفع شيء انت. ايوه رح نروح هلا نشتري ثياب. شو؟ طول بالك ابو. اذا اشتريت ثياب لك روح هي لبس لبسك بنفس لبسك، روح ضروري تشتري ثياب. ما بصير بنحكي على مناسبه، مناسبه خاصه هي. اسمعني، مناسبه خاصه يعني يا حمار. يا حمار لازم نكون ثلاثتنا مناسبين انيقين بالحفله كلياتنا، نحن كلياتنا لابسين نفس الشيء مشان رفيقنا ما يزعل. هلا خلص قررنا. اسمع شو قررنا. فينا بده نشتري ثياب الي لاحمد، وانت الك كمان اذا بدك. خيو انا خيو ما بدي، انا ما بدي، انا ما معي مصاري، ما معي ولا ليره. لا خيو انت ما تدفع، انا بدفع لك على حسابي. خلص اعطيني مصاري، اعطوني المصاري. انت بدك تشتري لي فيه ولا بس انت تشتري لحالكم؟ مو حسابها خلصت يا ابن الحلال. احنا ما عم لك نعطيك مصاري الزكاه زكاه هيك. لا 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 نشتري فيه لبس مشان نكون ثلاثنا نفس الشيء. نحن بدنا نساوي ندخل على الاحتفال على هاي المناسبه نضغط نكون كلياتنا نفس اللبس. ايوه هي الموضه هيك صايره، انه بنلبس نفس الكنزه نفس البناطرين نفس الشواكيت وندخل. هلا المطلوب منك ايوه تدلني على العنوان، يكون محله البسه ثقيله. والله في واحد البسته ثقيله ايه ورخيص وعامل تنزيلات. اللهم صل على سيدنا محمد. انا ما بدي ماركات، ماركات ورخيص ورخيص. لك لك ماركات ماركات، لا تدعي ولا تنزعج تشق وتشق. ماركات وشي على كيف كيفك. خيو اذا ما عجبك لا تشتري فيها شي كلامي. وتنزيلات اسعار كيس يحسو كله. اللهم صل على سيدنا محمد. لك يا ابن الحلال يا بني ادم، انا ما بدي اسعار. لك خيو عبال لك احسابي، لا ترقد لي على المرخصان. لك مو مرخصان، لك ثقيله عبال لك ثقيله. يعني ثقيل ورخيص؟ ماركات وثقيل وكل شيء، واذا ما عجبك لا تشتري. خيو مثل ما بقول المثل، حق الكذاب لورا الباب. امش خلينا نشوف ايش هالماركات لابو عزاب اللي عم بيحكي عليها. خلينا نروح نشوفهم. طيب ماشي ما في مشكله. دلني العنوان وين بالضبط؟ العنوان السنيور بالميدان، في حلويات سلورا، ما ابي الحلويات سلورا، شهبه مول، سبورات ديمو. شهبة مول؟ ايه شهبة مول. هي عرفته يا عم. حلويات سلورة مقابله؟ ما بيه حلويات سلورة. هل هي الميدان ساحة؟ تنزل شارع السوري شارع المطاعم؟ ايه تمام. في بتلاقي انت ونزل اول حارة ايدك بتلاقي مول شهبة مول، عفوا شامونا مول. في الشارع ولا الشارع الثاني؟ لا لا شامونا مول، جم شامونا مول. افا يعني؟ ايه جم شامونا مول. لك ما بيه حلويات سلورة يا اخي. ما بيه حلويات سلورة. ما بيه حلويات سلورة. ديروا شهباء بعيد معناتها هون تحت صاير. ايه اسمه الشهباء مول. لبسه حلو ولا لبسه كويس؟ لا خيو ايش اسمه المحل؟ سبورات ديمو. حلو حلو سمعان فيه انت ولا ما سمعان؟ اي والله سمعان، اسمه غريب علي. ما في مشكلة طبعا، اذا ما عجبكم لا تشتروا. ماشي ماشي يا زلمة. ساعة مشينا شغي سلورة، حلويات سلورة. اي والله هاي حلويات سلورة. وين المحل؟ وهي محمصة سلورة كمان. ايه هذاك هو شايف شهباء مول، هذاك هو جنبه شامونا مول. هو بشهبة مول. تعال تعال شوف تعال. شوف هذا هو المحل يا زلمه، كنا واقفين جنبه وعم فتلنا الدنيا كلها. شوف هذا هو سبورات ديمو. خل خل طخ. والله هو والله مبين محله تقيل. لكن فخم فاخر على الاخر. روح خلينا نفوت نشوف. بس طلع لا تكتروا كثير، كل واحد بدل بدل. شوف والله اسعاره كويسه، تروح كل واحد ياخذ لك ثلاث اربع بدلات. لا تكتروا. لخيط ايش بدك؟ اذا عجبني انا بدي اخذ المحل كله. خيو انت شكلك اه بدك تدفع شيء؟ لا بس مثلا مشان مشان انا مشان امشي. ليك ليك كنزاته حلوه والله. مو عم اقول لك عنده ترخيصات وعنده كل شيء، عنده بضاعه حلوه كثير. هذا البوط حلو. اوه هيك مناطرين. قلت لكم ماركات بس قلبي هيك لبس ورخيص كمان. اه تعال شوف تعال شوف. هذا هو. السلام عليكم. 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 السلام يعني هذا الشغل شغل ورشتكم؟ كله شغل ورشتنا وقطعة ثقيلة وكلها ماركات عالمية. اسمع اسمع اليوم من اول واهون خلينا ناخذ ثلاثة نفس الجو هيك رح ناخذ اساسا. اهلا وسهلا فيكم. لانه بطلع حلو توب على العالم. شوف اخوي كلمتين ما بدك ما بدك تحكي ثلاث اربع كلمات ما بدك تحكي. ايش في عندك؟ خلصينا سنة
يعني ارخص السيارات الناس الزباله تعبانه ما هي خلص كوت هي بضاعتنا هي اجود بضاعه ارخص بضاعه كل شغل وشتنا وكل شغل ما عنده شيء يا زلمه ما عنده شيء اي شغل مرخصان اللي عم تحكي عليه عنده كله ماركات قد شوي هلا انا بنقي لكم لبس انت وياه وانا وبتلبسوهم وما بتطلع من عندنا غير مبسوط ان شاء الله انت بتلبسوهم وبتطلعوا وانا بلبس وبوقف عجبنا عجبنا ما عجبنا ببدل تمام بدنا نحكي ولا حرف انتوا رجعوا لورا اعطيني المعلم يا معلم شو هاد ما شاء الله شوف اخر على اخر طلع هذا يا زلمه هذا سويناه بنيان وما عاجبه ما عمل بالك جاب موديلك ما شاء الله لك حطه يا زلمه الله لا يعطيك العافيه اسمع تو هاتك بتعرف معلم بدنا شواكيت على نفس الموضوع حاجه لو بس بنطلون بلوزه حاجه كذا عندي شواكيت لا 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 معلم لا ترد علي شواكيت اسعارها كثير طيبه وبتفرح لا خلي رخي نفس على استر عرضك اعطينا شواكيت انا بعد انا جبت شواكيت برا سلام بس ثلاثة نفس الشيء معلم ثلاثة نفس الشيء بدنا لخاطر انت اذا في عندك سكوت والله اكيد انت في سكوت بس بنطلون لبع على الشحاطة مو هيك كثير حلو هذا الشحاطة معلم صورة جماعية بس من بعد اسمك حط الصورة حط الصورة حط الصورة مرة بالتاريخ لابو عزام خايف ابدا صور وقف ما انت فاهمكي كفو الاحساس هذا الحكي هلا بدنا احذية عندك احذية بس معارضين هون بس الموديلات اذا عجبكم شيء بنجيبكم المحلات الثانية كل شيء موجود عندنا بتطلع من عندنا اخر شيء هيك تمام معناتها الاحذيه بدنا اياهم بكره يكون هون ان شاء الله معلم المهم ثلاثه نفس الشيء واحده 43 ثلاثه لون ابيض انا شفت هذا اللون الاديداس الابيض عرفته برا ايوه هذاك بدي ثلاثه 43 43 40 لا لا 43 هذا كمان 43 بده جريك؟ ايه لا اعطيك عافيه بس عم تكبر جريك جيب لي 44 واحد ما بيعرف ايش بصير معه بكبر جريك بصغر جريك بنت السلامة فحسن انا بحضر متشيك 42 بعرف انا بلبس 43 44 بيجي واحد هاي المستقبل لك بيجي واحد كبير سنه سنتين ثلاثه بدك ورا الجنيه معه ما شاء الله استغفر الله والله كل المعلم هلا صار وقت الحساب سر 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 لا تحسب لا تحسب لانه بوجعني قلبي اذا شفت الحسابات بوجعني قلبي بس ادير وجهي واسكر هدني ايش قد بدك تحسب بس خلصت انكشوني ماشي ايوه ها خير شو بو هاد؟ انسى علم معركة البوست والله عجبتني كثير بناطرينه عالمية البوست هي شركتنا شركتكم هاي بس ما في ما في غير محل غير عندكم يعني كل اسطنبول ما بتلاقي غير عندنا بس عند يعني ما بتوزعوا برا انتم ما في لا والله معركة البوست ديمو البوست هي شغلنا شغل ايدنا كله ماشي كله على كل هلا بدك تعطيني سعر قطعه قطعه عشان اعرف حالي مخدور ولا نفس اسعار السوق نيت السلامه ولا يهمك هلا هلا رح بلش بالكنز ايش قد ببيعها 40 40 ليش غالي كثير؟ لك لا يا زلمه هلا من شوي سالت برا نفس الموديل طلبوا مني 65 ليره 100 السلامه اسعاركم يا سيدي من بعد وانا في طب والشواكيت؟ شواكيت 60 اوه يا سيدي عامل ازام والله العظيم اسعاركم ما في منها بالسوق كله انا دوم انا دوم بفتول بالسوق كله والله العظيم ما لقيت اسعار عند الثيمو ما في شيء خلصت ولا هسه طول بالك ابو عزام لسه خليك مكمل يلا تمام معلم معناتها وقفنا على البناطرين، شو هاد البناطرين قلت لي؟ البناطرين ب 70 70 بعملكم سكرة فيها 65 لسا كمان سكرة؟ طلع قماشته انت بتصدق رحت على المول طلبوا مني 200 ليرة حق بنطلون؟ هي لأنه ليش؟ لأنه هي قطعتنا ماركة ماركتنا هي نحن شغل إيدنا يا سيدي عن جد مثلكم؟ ما شفت تمام بوست وشو؟ وهي جرابات هدية الله ولأبو عزام جوز جرابات هدية مشان إذا أخذ نمرة كبيرة يلبس جرابتين خلصنا صار شغله فيها هدايا وعتاب هدايا ها
هذول اللي عليه مو كلهم؟ مو كلهم بس تنتين مشان تلبسهم فوق بعض يا شيخ، نمرة يجي نمرة كبيرة تيجي على خياس اجرك. بس. هو كله اللي عليه اللي عليه. واحد 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 هدايا على اللبس هدول. تكرم البيت. تكرم البيت. تكرم البيت. بيت السلامة شرفتنا. البيت اعطيكم البيت. يا والله يعطيك ألف عافية معلم، هاي الكاس شباب. هاي اسمه شرفتوا أهلا وسهلا شرفتوا أهلا وسهلا شرفتوا أهلا وسهلا ميت السلام سلام عليكم ميت السلام شرفتوا مين طلعت أنت؟ حصتي من الأغراض. شو حصتي ما أنت زبون مثلك مثلهم؟ لا حبيبي لا شو شيء أول مثلك مثلهم؟ أنا حكي ما بتحكي عندي بتحكي بغير محل بالمخبر وين بدك تحكي تحكي بدي حصتي يلا يلا اعطت 25% نسبة ارباح روح حبيبي روح العب بعيد شو ارباح مالها شو انا جبت لك زباين على الفاضي عم بزيد على عالم يعني بس ما بصير هيك شيء روح حبيبي روح توكل على الله لا نسبة ارباح روح بدك 10 نفسات